يا مكي، نعم، يا مكي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ إيهاب. كيف الأحوال؟ إن شاء الله تمام. ألا يا مكي، نحن في الميتينج، نحن في الميتينج هسه، أنت سامعني؟ أيوة، مرحبا بك. أنا ما شايفك في الكاميرا، ممكن تشغل الكاميرا إذا حاب يعني. وين كده؟ خلينا نشوف. المفروض يكون ستارت فيديو ولا كده. بارتيسيبيت هنا يا ربي. أيوة، أنا شايفك في الكاميرا صح. يا مكي، إزاي أحوالك؟ تمام والله، كيفك؟ الحمد لله والله تمام. فعندك ليه اخبار كويسه؟ وداير اسمع منك يعني. والله يا اخي، انا نيابه عن الشباب في دينفر بشكرك يا استاذ ايهاب، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والكورس جيد انا جدا. اعرفك يا مكي اول، اعرفك يا مكي اول بالناس اللي في الكلاس وكذا. مكي يا شباب، مكي يا عم، انا مكي ده يعني مثابه العمده هنا في دنفر، من الناس جديدين جدا في البلد. وممكن انت شغال في المجال حاليا؟ أنا شغال تبع شركة ار تي دي، اشتغلت في مجال اوكي الداتابيس، اوكي والبوزيشن تايتل بتاعي بزنس انتليجنت. وبعدين طيب بلميسة، ممتاز. هسه أنا بتكلم معاك من مكتب بلميسة، ماسكين مكتب صغير فيه شغل بتاع نتورك، لو شايف هسه على المكتب. ايوه المكتب ايوه ايوه ده ايوه شغل بتاع سمول لين لوكال اريا نتوركينج في بيلدينج فيه طيب 15 فلور. اوكي يعني اوكي احنا بنعمل ده تربل نفس شوتينج. الموضوع بالمناسبة. ده بيشبه الكلام اللي كنا بنتكلم عنه في الكلاسين الثلاثة كلاسات اللي فاتت دي. فلكن نتكلم عن ذلك، تتكلم عن التجارب يعني بتاعت معارفك والناس اللي اشتغلوا كده، والله اللي يا هم هاب، انا كانوا طلبوا في الكلاس at some point. بشجع جميع السودانيين والستودنت المعاك في الجروب في الكورس، وبدون بعض الأمثلة وبعض المعلومات المهمة عن الكورس. الكورس بتاعك الحمد لله ما داير درجة ذكاء معين، أي واحد عنده عزيمة داير يعمل حاجة بيجي في الكورس. انت عندك الماتيريا والامكانيه الممكن توصله للدرجه بتاعته الدائره في النتورك. وشغل الشبكات ده ما شغل صعب. انا بجانب شغل تاني بعد الكورس بتاعك الحمد لله اهو شغال، وبديكم امثله كثيره لاخواننا السودانيين في مدينه دنفر. طبعا في البدايه مدينه دنفر، ان احنا معظم السودانيين 70% من السودانيين بيشتغلوا كان طبعا في اليالو كاب والاوبر، معظمهم وبعض منهم بيشتغلوا في البوست اوفيس سكيورتي. فانت لما جيتنا الحمد لله الشركه بتاعتك عملت طفره كبيره، والكورس بتاعك شجع ناس كثيره. هسه عندنا قريبه ال 22 من شباب دينفر كانوا بيشتغلوا أشغال ثانوية، كلهم الحمد لله شغالين في شركات كبيرة في النت وورك، وده بفضلك وفضل المعلومات القيمة اللي اديتها لهم. وأديكم مثال بسيط، عندنا واحد سوداني جاء من السودان قبل 3 سنة. ليه 3 سنة بس؟ الإنجليش بتاعه الليفل بتاعه كلاس 125 في الكوميونيتي كوليدج، اشتغل في البوست اوفيس، وجا دخل الكلاس بتاعك بتذكر يا ايهاب قبل 2 سنين بتاع النتورك، ايوه وكان ايوه مجتهد عشان يشتغل. كان مجتهد هذا السوداني عشان يشتغل، جا من السودان جامعة السودان، كان بيدرس محاسبة 2 سنين ما أكمل تعليمه في جامعة السودان، وجا دخل الكورس وبفضل المجهود بتاعك استطاع أخذ الشهادة الأولى وحصل على 94.6.
احكي لكم قصته مع البروفيشنال ورك اللي جاء السوداني اخونا بعد خلص الكورس بتاع الاستاذ ايهاب. بس اشتغل في المعاينه. ايهاب عنده فيديو بتاع المعاينه بريبريشن تو ذا انترفيو، وده مهم ومفيد جدا جدا لو اطلعتوا عليه، يعني بيوريكم كيف تتعاملوا بالانترفيو. ناس الانترفيو لما تمشي تشتغل في اي شركه دايرين انك تشتغل، لكن في الانترفيو دايرين يتاكدوا تمام 100% انت فاهم الشغلانه، بس البيزك ايديا انت فاهمها خالص خالص. الزول عبد المنعم ده سالوه 3 اسئله يا استاذ. السؤال الاول سالوه في المعاينه، قالوا له وات از ذا نتورك بروتوكول، بلغه بسيطه بتاعت الانجليزي بتاعه بكوميونيكيشن بسيطه شرح لهم. قال لهم يا اخي البروتوكول ده هو سيت اب اوف رول بين الديفايسز في النتورك اريا عشان تكوميونيكيت توجذر يوزنج سيم لانجويج. انت بتتكلم بريطاني وانا بتكلم اسباني وفي التيم الثاني بيتكلم جرماني، لكن ده نعمل سيت اب اوف بروتوكول بين اس كومون لانجويج عشان نقدر نفهم بعضين البعض ونكوميونيكيت توجذر. We're going to use English language as a common language. The same thing as the protocol. قال لا أدينا مثال للبروتوكول. فعلا يا عمنا مكي. فعلا يعني داير أقوله فعلا اللغة زي ما قلت ما مهمة. يعني واحد لو فاهم البروتوكول اللغة ما مهمة أبدا، لأن الشغل في النهاية هو التكنيكال. فما فعلا بتشذي لك إذا لقوا أنت فاهم. Yeah. وبعدين قال لهم شنو الزول ده باللغة بسيطة جدا جدا. قال لهم يا أخي شرح لهم النتورك والنتورك اريا في 3 حاجات. قال لهم أول حاجة قال له أدينا مثال للبروتوكول. قال لهم في التي سي بي والآي بي، وده كان بيستعمل في الديبارتمنت أوف ديفنس. وأسي ده الستاندر بروتوكول يوز في النتورك أند النتورك كونكشن عامة، وده الانترنت ورك بيس اون تي سي بي اند اي بي، ده البروتوكول بتاع في النتورك. قال لي يا اخي ممكن ترسم لنا رسمه توضح لنا؟ وانت يعرف ان الزول ده فاهم الحاجه دي في راسه عشان يشغله. طيب يا عمنا يعني رسالتك وصلت، يعني انت كلامك مع الناس انه في ناس كتار جدا يشتغلوا وبعدين من الصفر. وبيتكلمنا عن انه اللغه ما مهمه بالضبط. الزول اللي بيعمل لك المعاينه تاني تاكد انت فاهم وتقول في شنو، بس فهم انت بتشتغل. بعدين لما تشتغل في تيم وورك بلس بيعملوا لك ترين، انت تدي الناس دي كلها البيزك وتفهمهم الشغل بالضبط. النتورك اسف بفضلك انا قاعد هنا في الاوفيس ده في التيم بيلدينج دي ماسك الترابل شوتينج في الاي بي اس ادريس اند في النتورك كونكشن لو في اني ايرور بسايد شغلي بتاع الداتا بيس. فده عمليه مهمه ومشجع الشباب كلها للبروجرام ده، وما في حاجه اسمها بليد. انت يا عم انا مكي، انا بتذكر انت برضه كان درجتك عاليه جدا، فانت اجتهدت برضه في الكلاس يعني. والله الأمريكا دي علمتنا الاجتهاد، الحياة اجتهاد، 28 سنة من الخبرة والاجتهاد، وربنا يوفقك والله. الفرصة بتاعت عندنا إثيوبيين وليبيين كلهم اتصلوا الأسبوع الفات وكلهم عندهم رغبة، وفي واحد ليبي عنده في الويب سايت بيتكلم عن الكورس بتاعك وعن البروجرام وشغال ومبسوط جدا جدا. أيوه قال لي يا المكي السوداني انا عمري ما اشتغلت بروفيشنال، انا جيت هنا شغلني ايهاب. قلت له يا اخي انا بشكر ايهاب ورفع سمعه السودانيين وهذا عمنا مكي يا شباب عرفني بناس كتار جدا، يعني كنت بلاقيه عنده بزنس هنا كان، وعرفني بناس كتار جدا وحضروا معايا الكلاس وكلهم اشتغلوا الحمد لله. فدي الرساله بتاعت عمنا مكي اللي له دار يشد على الناس إنه تجتهد في الكلاس وتحضر،
ونحن نخلي قصة مختصرة على كده يا عم مكي، وبتصل عليك انا بعد 15 دقائق والله تكون لكم مجموعة. التحية، وأنا نسيم برحب كلامنا. بالشباب كلهم. هسه الشغل فتح في شابتر 3 ولا في 3 وشارتر، كل الكونكاس كلهم، والكويس أنت عندك بروجكت صحيح الشباب كتير، شغالين في الشركات دي فعلا، وأنت عندك دي بروجكت كتير الشركات. يعني. صحيح ممكن صحيح صحيح الاكسبيرينس ريليتد تو يور اسيت كومباني، ولك الشكر الشركات والعرفان. اللي اتكلم الشركات اللي اتكلم عنها عم انا مكي يا شباب، دي شركات اللوكل هنا في دنفر اللي هو اشتغلوا فيها الشباب، اللي هو يعني كثير منهم عارف، وكثير منهم اصلا يعني جاء عن طريقه حضروا الكلاس وكده. عم انا مكي انا بتصل عليك، اتصل عليك هسه بعد 10 دقائق كده. يا مرحبا بك يا إيهاب، شكرا جزيلا، سلام وفقك عليكم، الله إن شاء الله. الله يبارك فيك، سلامات. شكرا.